السلام عليكم حبايب المتابعين. طبعا اليوم عزوز راح يتكرم علينا. لازم ادخلك في الموضوع. انا ايش دخلني؟ انا اصلا حبيبي انت صاحب المقطع هذا بكبره. زين، طبعا راح يعلمنا او يعرفنا على، صراحه وصل ما اعرف من وين جابها وشو وظيفتها، ما اعرف، يخترع اشياء. عزوز هذا شنو يا طيب يا الحبيب؟ قل لي شو الموضوع الحين؟ هذه شو هالقطع؟ شو اسم الحضرين ولا هذا واهبتني؟ ما عليه، شو هالقطع؟ شو يا اخي يسمونها؟ كويك كونكشن. ايوه، كويك كونكشن. مال شو؟ حق مكان تغسيل. ايوه، سيارات. زين دقيقه، هذه مش متوفره هنا صح؟ هنا متوفره، ولكن هنا يا اخي شوي مبالغ، اغلى. ايوه زين، تشتريها من وين هذه؟ والله اخذتها من امازون. والله على 55. على كم؟ وفيها ارقام احجام يعني؟ ايوه عندك. أيوة. هذه مثلا. أيوة. هذه زاويتها صفر. شو صفر هذا بعد؟ وين صفر مكتوب؟ اوكي. ايوه، هذه نفس الشيء زاويتها صفر، بس يمكن تفرق الحجام. شو يعني زاويتها انت؟ شو الرش؟ الرش دقيقه. أيوة. وين هذه؟ هاي بعد انه ما لها زاويه، يعني رش سيده. ايوه. وعندك هذه 15. ايوه مكتوب. ايوه وهذه 25. ايوه يعني حلو. هذه شو؟ هذا شو؟ على اساس انه مثلا لو عندك ترشه صابون. ايوه تركبها. ايوه بترش لك صابون. ايوه زين، البرشر ماله شو الحين؟ هذا القن يجي كذا هالمسدس هذا، ولا انت اللي سويته هذا؟ هذا. ايوه القطعه مالته هذه. حلو، هاي مكينته. لحظه، هذا مكينه، هاي مكينته. ايوه اوكي حلو. ها دقيقه، خلنا نفك لكم توني امس يا اخي مسوي له. ما عليه، مو مشكله. هذا شو؟ هذا الحين هو الراس يجي مسنن. ها اي مسنن. وهذا من وين نجيبها؟ هذه رحت مصفح. ايوه محلات اللي هي نفس. ايوه اللي شو يسمونها، نفس القبيس. ايوه اوكي اوكي. غيره لامر ستول بعد. ايوه اي، يبيع لك هذه. ايوه بتحصل. أيوة. عداله. ايوه فيها القطع، ولكن غالي. يبيع الحبه ب15. زين اوكي زين. قول انا اخذت هالقطع كلها. أيوة. اللي هي هذه. أيوة. كم حبه الست هذا كامل؟ ايوه دقيقه. ايوه الست هذا كامل. حلو، خلي بعدين. هنا. ايوه. اوكي زين. عندك هذا زاويه 40. ايوه زاويه 40. اوكي زين. كم حبه؟ كم قطعه هذه حبيبي؟ وهذه بعد تجي معاه؟ لا إيه؟ هذه مكين، هذا الفومين جن. ايوه اوكي. هذا مال الصابون. ايه هذا خذيته بروحه. ايوه ويا هاي القطعه، ويا هاي القطعه. حلو. أيوة. تركب على طول على ماكينه ايش يسمونها هاي الصفرا هذه. كرشر. ايوه اوكي حلو. زي. ممتاز. من وين هذا اشتريته؟ هاي نفس الشيء من امازون. والله إيه؟ يجي مع هذا. حلو يجي. حلو صراحه. المهم كم سعر هذا من امازون؟ كم سعرها من امازون؟ والله ما اتذكر. مو مشكله. اسعارها شوف، اسعارها تتراوح. أوكي. ها إيه؟ اسعار الفوم من جن. أيوة. تتراوح من 100 ل 300. 100 شو؟ 100 درهم. اوف. ل 300 والله. بس غالي. شوف انا يوم خذيته إيه؟ غيرت اللي داخل. دقيقه خليني ابين لك اياها. اوكي وين القطعه؟ دقيقه، هنا موجوده عندي اياها. وين حطيت؟ يلا تكلم الحين. اوكي شو هذا؟ شوف. ايوه هذا شو؟ فومينج جن. هذا هاي القطعه تكون داخل. حلو حلو. هذه وظيفتها تسوي لك الفقاعات. أيوة. ناسي ايش اسمه يا اخي، نسيته. مو مشكله. هذه تجي مع شو؟ بروحه؟ لا هذا انا خذيته بروحه. اي طاح فيلم هندي. ايوه بروحه طاح. زين خذيته. ليش؟ بقول لك ليش. ليش؟ لان اغلب الفوم جن اللي يجيك رخيص الحفره مالته، الحفره اللي داخل. أيوة. مش واضح شوي. واضح. الحفره اللي داخل. أيوة. شوي تكون شو اسمه ولا كبيره؟ لا تكون كبيره شوي. أيوة. خذيت انا واحد قياسها اظن 0.1 ملي يمكن، او أيوة. ما اعرف. ايوه المهم خذيته، فتعطيني ترفع البرشر حق المكاين الصغيره. ايوه فيعطيني فومنج اكثر. ايوه انزين. هذه حبيبي هذه بدلت جي... ما عليه، بس هذا يجي ست كامل. ها كيف؟ شو بدلت؟ بدلت اللي داخل. هذا بعد تبدل. ايه فيلم. تباني اراويك؟ لا خلاص شغله حبيبي. انا شغلانه هذه. انزين هذول كيف يركبن؟ هذيل شوف انا مبدل. أيوة. الماكينه شوفها. مو مشكله. كيف يركبن هذا؟ يسمونها كويك ولا شو هذا؟ ايه كويك كونكشن. ايوه حق مكان الغسيل. في احجام. ايوه في اللي هو 1.4. أيوة. سوري فاصل 4. ايوه يسمونه ربع صح؟ ايوه وفي نص. ايوه
بس هذا فاصل 4 اللي هو 1.4 ايوه 1/1.4 ايوه اوكي هذا هو حلو حلو يركب كذا ايه بس افصل ايه ما شاء الله اركب اللي بعده زين رويني رويني هناك بس كيف البرشر ماله يعني يختلف ضغط الماي فيه الرش. اكيد يختلف الرش ايوه الرش ايوه زاويه رويني رويني يختلف زاد ان عندك بعضهم اللي هم قياس زيرو الزاويه زيرو ايوه الفتحات بتكون شويه تختلف فعادي يرفع لك البرشر اكثر ايوه اشوف شغل شغل رويني رويني على هذا الماي مفتوح ها لا ما اريد فوم ما اريد فوم بس لا شغل شغل هذه ماكيتا طبعا زين رويني رويني ال بشر مالها 130 اوكي رويني ال ما علينا لا لا شغله شغله بدون هذا شغله ايوه الحين زي. الحين اي واحد بتجرب اللي هو حق الصابون هذا حق عندك دبه شوف شوف هذا مكان دبه بس مش موجود ايه اوكي زين هذا مال الصابون اولنا ايوه اوكي زين حلو الحين شو خلنا نشوف الزاوية صفر زاوية صفر خلنا نبدأ اللي أكبر واحد بينهم إيه؟ اللي هو زاويته صفر هذا قوي هذا يعطيك نرو يعطيك ضيق ضغط أيوة أيوة ماي ضيق هذا فتحته شوي أكبر حلو ناخذ اللي بعد لا لا هذا ضيق هذا آه هو ضيق بس إن إيه. الزاوية هي يعطيك مدى بعيد للماي أيوة أيوة أيوة. كأنه يبين أشوف عندك هذا نفس الشيء بس هذا هذا زاويته صفر لكن ايه فتحته اكبر ايه ما شاء الله هذا يعطيك كانك ما ادري شو ترش والله زين وين زين ايوه هذا هذا برشر ماله مره عالي لانه فتحته صغيره والله ايه ضيقه يعني ايه بس هذا مو بوسيع هلا لا ايه هذا شو مو بوسيع ايه انا بنجرب على الجدار يعني مو مشكله امورك طيبه بعدين بخليك تصبغه عادي زين خلنا الزاوية كله في سبيل الجماعة يتعرفون ويتعلمون على أشياء جديدة وإن شاء الله ترجع وتصبغ بعد يومين أوكي لا 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 في 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 درام صبغ مع مع البروش مو حسن يعني هذا شو هذا هذا 40 إيه صراحة الزاوية حلوة إيه هذا شوف هذا وسيع يعني حتى شوف يمديك تحرك الزاوية بس إيه وسيع هذا بس عندك ليك من هنا ها شفته هذا القهر ايوه لا هذا شوي يبغى لك تيب تيب المشكله سويت لا حلو حلو هذا وسيع ما شاء الله سويت هذا 40 ها هذا 40 هذا شو هذا 25 25 هذا بعد حلو هذا بعد حلو زين هذا حلو بعد هذا 15 ايه بين 15 و 25 ما الفرق مش واضح والله ايه صح لا هذا ضيق شويه هذا مو بوسيع حلو شيء طيب بس يقلل والله يقلل من الضغط أيه. يعني كلهم هذول مجموع على كم هذول كلهم 55 درهم أيه. مع الشحن 55 ايه مع الشحن ايوه غير هذه غير هذه هذه أيه. خذيتها على 35 يعني كله ممكن يكلفك 100 درهم ممكن ممكن تقريبا ممكن أيه. بس الراس هذا ماكيتا جاي كذا ولا لا آه هذا شوف صراحه يوم لا لا التريت التريت المسننات اللي داخل اللي داخل ايه ما ولا تقدر ولا هذا المسدس غير شوف المسدس هذا ينباع بروحه معلوم ايوه ينباع بروحه تحصله هناك ينباع بروحه ايوه بس المشكله شوف بتواجهك بعض المكاين تغير هذا الكونكشن مالها اي عادي تبدل بس تقدر تغيره تبدل يعني تروح عند المحلات اللي هي مال بيبات الهوزات ايه مثلا تشيل الهوزك مال اللي هو جاي والماكينه تقول والله اباك تفصل لي اياه على المسدس الفلاني يعني يركب والله حلو صراحه في مسدسات الحلو فيها قصيره يعني تجي كذا وهي حلو بتقل. ركب ركب ما شاء الله عجبني والله هذه الصغار هذول بعدين اشكالهم صغيره بعدين شوف بس شوف ما تاخذ ما تاخذ حيز كبير لا لا ما تاخذ بس صراحه اللي اذا بنصح فيه 40 حق 40 سيارات 40 يعني حتى هناك لما تروح المحلات خذ لك 15 40 40 انا ما كانت عندي اشوف اشوف مكتوب 40 طلع مكتوب هذا 40 المشكلة ضاعت الاضاءة خلك انا مكتوب 40 ولا مكتوب 0.4 ولا شو مكتوب اللي هو الزاوية ننظف هنا 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 ها هنا سوي زوم هذا هذا 40 مكتوب سوي زوم زين مكتوب دقيقة دقيقة مكتوب هذا يبين 40 شوف ايوه
زاويه 40 في دائره هناك فوق زاويه هذا 40 ها ايه. اوكي ركبه ما شاء الله حلو وصغار بعدين ايوه صراحه حلوين اذا بزع واحد ياخذ ايه. من مثل المصفح حلوين رش 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 40 حلو صراحه هذا حق غسيل السيارات مره فنانه والله مقارنه بالزوايا الثانيه ما تحتاجه لان عشان ما تشيل صبغه يعني حلو صح صح كلامك حلو زاويه 40 على 15 ويا هذا يمكن يكلفك 35 بس هذا 35 مع قطعه ثانيه حق شو؟ لان عندي شو اسمه المسنن هذا صغير ايه؟ فخذيت واحد يكبره شوي ايوه تقريبا كم تعطيك يعني قطعه يعني اوكي 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 يعني يا ريديوسر يا لا اللي يكبر اوكي 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 يعني 50 درهم تقريبا اذا بتاخذ القياس 40 يا ريال حلو صراحه حلو فكره حلوه بعدين مسدس استوى صغير معك ها ايوه زين اوكي يلا قول للشباب شكرا يلا حلو شكرا يلا قول لهم على السلامه مو بقول لهم شكرا يلا مع السلامه اوكي يلا نشوفكم على خير ان شاء الله طبعا هذا المقطع كان مناسبه عزوز عادي عادي مناسبه عزوز زين انه يروينا هذا القطع اللي مهتم طرش لي الرابط اوكي مال شراء هذا القطع هذه القطعه بس زين ايوه اوكي اساس ممكن اساس ممكن من امازون من علي اكسبرس امازون ايه. عادي امور طيبه انزين حتى عندك مصفح ممكن محلات هذه تحصل لا ممكن عندها. ناس تبغي المجموعه كامله المجموعه اوكي يلا برفق لكم اياها في نهايه المقطع نشوفكم على خير ان شاء الله اذا عجبك المقطع لا تنسى اقول شو اسمه شوف شو اسمه عادي تحصل نفس هالقطعه ايوه اللي تركب على مكان شوف كرشر كرشر ايه تركب ويا هذه تحصل كذا مع بعض حلو الادابتر حق ممتاز والله حلو تحصله ايه والله وعادي تركبها على كرتشر بهالطريقه أيوة حلو صراحه يعني حتى اذا تبغى تشيله شيله هذا اقدر اشله واركبه على كرتشر صدق أيوة. انت عندك المحل حلو ايه لان انا مكيت اختربت ترى يوم اختربت خلاص زين ممتاز رحت اضطريت اشتري هذا الشيء خلاص شوف انا من نصيبي اني راح اخذ هذا يعني من عند عزوز ببلاش معلومه شوف اليك انا عندك الاورينج غيره وين الاورينج اظن موجود شيء ايه. خلاص اوكي زين يلا حصلت لي قطع بعد وراح اشتري لي هذه واسوي حركات عزوز زين يلا نشوفكم على خير بعدين وراك الفومينج حلو اوكي يلا مع السلامه اذا عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك ودال الاعجاب وايضا عطني نشره مع احبائكم نشوفكم على خير ان شاء الله زين وينهم جيب الحلوين هذول كلهم وينهم ايوه الوانهم حلوه بعد خلاص ما بقى شيء في جيبك لا شوفوا الوان أحمر أخضر أصفر يلا مع السلامة.